البرفورمانس اوكي تي تقديم المفروض وما ستنتهي له من مخرجات وتوصيات ان يتم توثيقها وتجميلها بامكانيات المشروع. اليوم برحب كلية علوم القانون الاقتصادية بجامعة محمد عبد الله بفاس وبتنظيم من لدن شعبة الاقتصاد والتدبير ومختبر الدراسات في المالية والمنظمات يتم تنظيم لقاء حول الجوانب المرتبطة بمشروع قانون المالية 2021-2022 وتقاطعاته في علاقة ببرنامج الحكومي. لا يخفى عليكم على أن انتظارات اليوم على المستوى الوطني هي انتظارات عديدة جدا، خاصة بعد أزمة كوفيد-19 وأيضا بعد انتخابات المتعددة اللي شهدتها المملكة المغربية، خاصة على المستوى الانتخابات المرتبطة بالبرلمان والمرتبطة والتي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة. فانتظارات المواطنين والمواطنات هي كبرى تجعلنا اليوم من خلال مشروع قانون المالية نطرح تساؤلات: ما هي الحلول التي تم تقديمها على مستوى قانون المالية؟ ما هي الإمكانات المالية التي تم رصدها؟ هل فعلا سوف يتم التجاوب مع مختلف انتظارات المواطنين والمواطنات سواء فيما يتعلق بجوانب مرتبطة بكتلة الأجور أو جوانب متعلقة بالمجال الضريبي أو جوانب متعلقة بالتنمية الاقتصادية؟ ونحن اليوم نعلم على أن البرنامج صاحب الجلالة الذي يشكل عمودا فقريا لمرتبط بالتنمية المخطط التنموي الجديد. إذا اللقاء كيجي في ظرفية مهمة جدا، أكيد أن المداخلات والنقاش والمخرجات ستؤدي للإفضاء بالعديد من الاقتراحات، غايتها الأساسية هو مشاركة الجامعة والبحث العلمي والفكر والمختبرات في مواكبة مناقشة قانون المالية المقبل. ممكن عافاك تكلمنا على البحث العلمي بالنسبة للمغرب ومقارنة مع الدول الأخرى، وكيف كتشوفوا أن واش هذه الحكومة كتطلبوا منا أن تزيد دعم البحث العلمي ولا؟ نعم، أكيد اليوم من النقط اللي دعينا لها في الكلمة ديالنا الافتتاحية لضرورة التفكير فيها والتأمل بشأنها هو الجانب المرتبط بالاعتمادات المالية فيما يتعلق بالبحث العلمي المخصصة لوزارة البحث الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. اليوم إذا قارنا نفسنا مع مختلف دول الجوار سنجد على أن الميزانيات المخصصة على المستوى البحث العلمي هي لا ترقى للانتظارات وللحاجيات الحقيقية. هناك رغبة كبيرة من لدن السيدات والسادة الأساتذة للمساهمة عبر البحث العلمي في التنمية التي من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بالمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال البنيوي، فلا يمكن تحقيق ذلك دون أن يتم ضخ إمكانات مالية كبرى على مستوى المجالات المرتبطة بالبحث العلمي. إذا اليوم نأمل على أن هذا اللقاء سيؤدي إلى مناقشة هذا الجانب والدعوة لضرورة الارتقاء بالإمكانات المالية المرصودة على مستوى البحث العلمي وطنيا. الشابوني وائل، الكاتب العام لمنتدى الطلبة الباحثين في الاقتصاد والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. إذن أكيد أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 هي تشكل فرصة سنوية للرأي العام لمعرفة الكيفية التي ستنفذ بها الحكومة التزاماتها والأولويات التي ستركز عليها في سياستها الإنفاقية والإرادية. إذن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء في سياقات خاصة اتسمت بتنظيم انتخابات وبتعيين حكومة جديدة، والأكيد أن أول تحدي واجهته هو الاستمرار في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وإبراز لمستها ضمنه. اليوم وأنا على يقين على أن سواء من زميلي الأستاذ سي محمد الميدي أو سي أحمد مفيد أو سي محمد عبد اللهوي أو سي عثمان المدن.